نبه إخواننا اللي بيسألوا كتير عن أمر الانتخابات بتاعة يوم السبت. الانتخابات يوم السبت دي انتخابات مهمة جدا إن جميع المسلمين يحضروا، الحضور فيها والموافقة عليها على التعديلات الدستورية. إن لما تعرف إن العلمانيين واقفين بهدمة شرسة الآن، عايزين لا عايزين، وكتير من الناس ما يعرفوش، فبيقرأ جرائد أكتر علمانية، جرائد علمانية الغد والمصري والمش عارف إيه، كلها حاجات علمانية بتاعة الحكومة وغيرها. يقول لك قول لا، اللي يطلع في التلفزيون يتكلم برضه عشان تقول لا لرفض هذا الشيء. ليه بقى لا؟ ليه المقصود بها؟ المقصود انه هذا الدستور المولود اللي بيقولوا عليه دستور مترقع ومعمول، في الماده الثانيه الشريعه الاسلاميه، العلمانيون لا يريدون الشريعه الاسلاميه، لا يريدونها، يقول لك عايزين الاسلام ومش عارف ايه، لكن الماده في الدستور ان الاسلام لا مش عايزين هذا شيء، عايزين يعملوا اللي هم عايزينه وما فيش حد يعترض عليهم. هذه الماده هامه جدا عند القانونيين، عند تشريعات جديده في القوانين، هم يخاف اي حد يعمل حاجه تخالف الاسلام. اذا عملوا حاجه او عاهدوا معاهده دوليه تخالف الاسلام، من حق اهل القانون يرفعوا عليهم قضية وتحكموا للدستور. المادة الثانية هي الشريعة الإسلامية، ودي ممنوع، زي ما عملوا إنه في القوانين الدولية بيحاولوا يدخلوا مصر، وللأسف مصر وافقت على قوانين المرأة، وإن المرأة متحررة، وإن المرأة تفعل اللي هي عايزاه، وإن يجوز لها تجرب قبل الزواج إن هي تزني وإن تعمل ومحدش يعاقبها، وغاية ما هناك إنه يدوها البتاع المانع للحمل ويعلموها حاجات منع الحمل بإيه، يعني إباحة الزنا. فلولا وجود هذه المادة يقف القانونيون يقول لك ممنوع، ممنوع هذا الشيء، ويرفع قضية على رئيس الجمهورية وعلى غيره اللي يوافق على مثل هذا الشيء. فإذا منعوا المادة الثانية من الدستور، يبقى هذا الذي يريده العلمانيون، إدخال كل الفواحش في بلاد المسلمين بدعوى الحرية والديمقراطية ونعمل اللي احنا عايزين. هؤلاء لو تسمع أحاديثهم في هذه الأيام في التلفزيون وغيره، يقول لك عايزين رئيس الجمهورية، أول حاجة رئيس الجمهورية. ليه رئيس الجمهورية في الأول؟ بحيث أن ترجع ديكتاتورية مرة تانية، رئيس جمهورية ليبرالي أو متحرر كما يزعمون، ويبتدي هو بقى اللي هيحط قوانين لمجلس شعبي يتحط إزاي، بحيث لو تعمل الأول مجلس الشعب هيدخل إسلاميون كثير، الشعب كله عايز الإسلام، الشعب عايز الإسلام. لو ابتدوا بأنه مجلس الشعب الأول هيقوم هيبقى أكتره إسلاميون، عمر المادة التانية دي ما هتضيع، يبقى هيقروها يتمسكوا بيها. لكن هم الآن بيقول لك لا، عايزين التوازن بين فئة الشعب. التوازن اللي هو ايه عندهم؟ توازن حزب الوفد، حفظ حزب الوطني، حزب مش عارف التجمع، حزب اليساري الشيوعي اللي مش عارف ايه، الاحزاب النكرات اللي مولود، يقول لك ادينا توازن، يبقى راسهم براس الاسلاميين، واحد من ده وواحد من ده وواحد، يبقى هم كثره على الاسلاميين حين يكونوا. لما يتعمل دوله تحدد، يبقى ناخد واحد من دول واحد من دول، اختاروا تقولوا ايه؟ يغلبوا الاسلاميين في ذلك. لكن اذا اتقال لا مش عايزين رئيس جمهوريه الاول، اول شيء يكون مجلس شعبي، يكون مجلس شعبي يقول لك لازم دستور، يبقى لابد من الموافقه على هذا الشيء. دي فيها ايه؟ فيها اقرار هذه الماده، الماده الثانية إن هي الإسلام هو دين الدولة وهو المصدر الرئيسي للتشريع. من ضمن الأشياء اللي فيها منع مزدوج الجنسية من أنه يكون رئيسا للبلاد. فعش واحد يكون رئيس للبلاد مع جنسية مصرية وجنسية أمريكية، هيحكم بلاد إزاي؟ هيحكم هيحن الأمريكية وقت ما يحس أنه متقوي بغير المصريين. كذلك اللي متجوز واحدة أجنبية، ما هو كانت مرات الرئيس اللي فات كان أصلها إنجليزي، فكان هو عايز يتنازل هي وابنها، لا رافضين ان هو يتنازل، عمالين وقفله بالمرصاد في هذا الشيء. يبقى كان في مخططات في دماغ غير المصريين لحكم هذه الدوله العظيمه. لذلك القانون او الدستور يقول ممنوع ان واحد يكون متجوز واحده اجنبيه، خوفا ايه اللي هتعمله في البلاد، مرات الرئيس يهوديه، مرات الرئيس انجليزيه، مرات الرئيس كذا، يبقى بتحن لاصلها ان تسيير الدوله ما عندهاش ولاء للدوله. لذلك هؤلاء كانوا يكرهون البلاد، هي مرات الرئيس وعياله اللي كانوا بيسرقوا الآثار في البلاد، لو واحد من عامة الشعب
سرق تمثال دخل السجن وخد له 20 سنة في السجن. هي سرق الأثار كلها اللي في البلاد، هي وزير الثقافة بتاعها وغير، وسرقوا الأثار وطلعت برة، وأكثرها الأثار اللي موجودة معمول لها إنه استنساخ لها استنساخ، والأصل موجود في اليونان، الأصل موجود في أمريكا، اتباعت من البلاد. فلذلك هؤلاء لا أمانة لهم على البلاد. الدستور بيمنع هذا الشيء، الدستور التعديلات اللي فيه منعت رئيس الجمهورية يقعد 30 سنة، يقعد 4 سنين ويجدد 4 سنين وكفاية على كده، ملوش أكثر من ذلك. يبقى هنا الأشياء هم مش عايزين هذا الشيء، لا عايزين إنه لو واحد ليبرالي منهم خليه يقعد العمر كله يكون رئيس للبلاد أو يوجه البلاد حسب ما هو يريده. لذلك إنه وجود دستور في البلاد هيسمح هذا الدستور بانتخابات مجلس الشعب، توجد مجلس الشعب تعمل رئيس جمهورية. لكن إذا قال لا ما فيش دستور، طب عايزين نعمل دستور، يبقى نعمل إيه؟ خلي الحكومة العسكرية موجودة زي ما هي، وخلي مجموعة متوازنة تعمل دستور جديد. مين بقى المتوازنة دي؟ يطلع حزب الكرامة وحزب الغد وحزب مش عارف إيه وحزب واحد إسلامي في النص في هؤلاء، بحيث إن يبقى مغلوب. فإذا قال شريعة إسلامية يطلع أربعة خمسة قصاد يقول لا مش عايزين شريعة إسلامية. لذلك يا جماعة أعرفوا إنها مسألة مصير للبلاد، إزاي هتسير البلاد وإزاي هتقف على رجليها على الإسلام ولا يضيعها هؤلاء. بيستميتوا في التلفزيون وبيستميتوا في المكالمات والمداخلات على إنه لابد من أول رئيس الجمهورية، وإن هذه الدستور المترقع والدستور المهلهل والدستور المش عارف إيه، مع أنك لما تقرأ فيه ما تلاقيش الهلهلة اللي بيقولوها إلا في أدمغة انتهمهم. هؤلاء الكذابون الذين يريدون تضييع البلاد، هنا كلهم مرعوبون من إتيان الإسلام زي ما عملوا في فلسطين، سابوا للشعب اختاروا حماس، الشعب اختار الإسلاميين. فهم خايفين أنه لو سابوا للشعب، الشعب شعبنا مسلم، شعبنا طيب، شعبنا يريد شرع الله سبحانه تبارك وتعالى، لكن هم بيلفوا حوالين ده علشان ما يجيش شرع الله. كيف لا يأتي؟ يقول لك إلغي الدستور، اتلغى الدستور طيب فصل بقى دستور تاني، كيف يفصل؟ يقول خد من كل حزب واحد علشان يبقى فيه توازنات، حزب عدد اللي فيه 20 واحد 30، حزب تاني عددهم 100، حزب تاني أعداد قليل، فين دول من 85 مليون مصري موجودون؟ فلذلك احذروا من كلام هؤلاء اللي بيطلعوا دلوقتي بالكرافتات الأنيقة، يطلع يتكلم في التلفزيون يقول لك احنا الثورة، وهو ما خرجش في الثورة أصلا ولا عامل حاجة فيها، لكن ركب الموجة فوقها عشان يتكلم بأسماء الشباب الذين ضحوا بأنفسهم من أجل وطن، من أجل دين، من أجل أن تكون في حرية في البلد. هؤلاء يريدون أن يأخذوا المكاسب لأنفسهم. لذلك واجب علينا أن احنا نذهب لهذه الانتخابات ونعم للدستور ونشجع وننشر بين الناس هذا الشيء، في الأسر، في إخواننا، في حتى في النساء إذا كان يقدرنا على ذلك يروحوا للموافقة على هذا الشيء، لأنه تركه في إيد هؤلاء خطر جدا جدا، ودي لعلها تكون فرصة لن تتكرر مرة ثانية. الجيش سايب ديمقراطية في البلد، سايب حرية، يمكن يجي رئيس جمهورية ينحاز لحالة يضيع باقي الحالات اللي فيها. فلذلك يعني ننبه النهاردة وإن شاء الله في خطبة الجمعة ننبه تاني، ونبهوا من حولك ونبهوا أئمة المساجد على خطورة هذا الشيء. نسأل الله سبحانه تبارك وتعالى أن يقر الأمن والأمانة في البلاد، وأن يزيح عنا الغمة وأهل البلاء وأهل الطلب غير دين الله سبحانه تبارك وتعالى. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.